صباح النور أصدقائي. احنا في مركز بوحمد ونقطة الانطلاق ديال خرج. صباح النور. هذه مجموعة ابن بطوطة راندو تنجيس وخرجت اليوم غتكون من بوحمد، والوجهة هو أحد السادة اللي غنمشيو لهم. شنو مسمي؟ سيدي أحمد الفيلالي. احنا حاليا على ارتفاع على ارتفاع 50 متر، ونقطة الانطلاق بوحمد 50 على البحر. هي اللي راح 50 متر، ونقطة الوصول غتكون حوالي 1100 وشي حاجة، ياك؟ ما نعرف تقريبا. هذا ما ورد في التدوينة ديال سي صالح، ياك؟ هذا هو حسبها بالخريطة. لازلنا في انتظار بقية المشاركين في هذه الخرجة، والانطلاقة ديالنا كانت من مدينة طنجة حوالي الساعة 6 صباحا، دونك تقريبا واحد 2 ساعة باش نوصلوا لهذا المكان هذا، والبقية ستأتي إن شاء الله. اش تما؟ ماشي حنا، راه هو القدام. شكون؟ لا كاين الثلج، كاين في ذاك الجبل الفوق. ايوي ها المجموعه. فين الريسوني؟ راه هو بالصفر، شتي؟ هو صحيح تما. هو شو على مناظر، شوف كو سي بو. احنا الكوسالة، ياك؟ لا ما دابا هي كيجريو. لا ما نفورسيش اخي، احنا غير موشات. اش تما؟ السلام عليكم. لاباس اولدي؟ بخير، هانيه. اجي انتوما وقضي الطوب تما. ولكن احسن ما تفادوش مع شحال ما يطول. احنا متفاهمين معاه من دابا. شحال؟ متفاهمين معاه باش دائما كيوقفوا الدراري تما. شكون؟ باش كيوقفوا الدراري تما اللي كاينه نخلصوا. 2500 واحد. 2500 لواحد؟ واحد. طوموبيل. مي سون سانكلي هاد الناس هادول. شو خط؟ واخا واخا واخا. يكون خير، يكون خير يا ولدي. يكون خير. صافي. لا هي مسألة بسيطة. لا اعطينا سيدي غير الوصل فيه هاد الثمن هذا وهاك. صافي. لان غير نخلصوا لمن. شكون انت؟ لا لا صراحه باركين. لا باركين لا ما محطوطينش تحت الباش. لا لا برا في لو باساج بوبليك. لا هذاك المكان راه عمومي، طريق عمومي هذاك. الجشع صاحبي، الجشع 25 درهم للسيارة زعما سي. بروفيتي نهار كامل حتى تما 4 و5 5 دار بحساب خصو 10 لا فرانك. 1500 مزيان نهار طيب. ايوا ما عليكش يا ولدي، ما عليكش، بلاد الفوضى نرجعو ويكون خير. ما كاين حتى مشكل، راه غير الوصل وهكا سيدي حتى 50 درهم بالحق نعرفها غادي الميزانيه ديال الجماعه. مرحبا، نحط سياره في ان ليو بوبليك وتجي انت تخلص غير هكا، راه ما سيدي
شكون انت بعدا هو الاول؟ نهار الجمعه ما كيكون حتى شي واحد هاي ملي كنخرجوا كيجي لي واحد بالعكس كيجيوك كيف كنشوف فيه لي زيد 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 واخا انا زيد كنعمل له ماشي مره دائما اعد 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 الوقفه استثنائيه مع عند القائد يا صاحبي يا بلاتي ذاك الكريم انا وقفة استثنائية مع عند القائد القيدوم الخابر السيرة رشيد بقالي اللي هو هذا ها هو حقيقة ولكن بعد واحد المنافسة قوية من الأخ سي عبد اللطيف المشاء الصاعد الواعي هذا 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 لا ولد أخي اشرح لنا السياق فين جات الوقفة أنا نقول لك الزيت راس العقبة أنا الزيت اسمع اسمع العياشي العياشي مولف بجبل حميد في جد سيدي حميد الفيلالي الله 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 تبقى لي دافع على ولي ولي ديالك صاحبي والتشجيعات والتحفيزات من الشاع الواعد القائد المثقل سعد الطيب خرشيش على التصفيقه الكلمه كترحب بالاخوان السي حسن كيبقى الباب مفتوح لان السي راجل قال باقى المنافسه وباقي الخط وباقى الطريق الى اخر ولادات ولادات كملوا مع راسكم لا 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 ما عرفتيش كيتنافس لان السي الرابي غايب تحية السي الرابي لا ينافس لا اسمع السرادي اسمع ما تلعبش على الاول يا اعتراف ولو في الغياب يطلي كيسلم عليكم كاملين واحد واحد شغيل فين مشاو لا لا ما مشات حتى بلاصه ما يمكنش هذا لا 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 عنده واحد الشغل عنده واحد الشغل كاين واحد الاقتراح هنا في هذا الروتور ماشي لينا هنا اللي هو حسب راسو عيان اياه طريق كاين طريق هنا كاين ترونس انا منهم اللي حسب انا غيرك اي اذا حسب عيان نرجع من البيستا انا هادو عياو لا ولكن الهبوط سهل لا لا دائما يكون شي حاجه احتياطيه شكون طالع لا كاين قلال انا واحد الدار هكذا بغيت كيف هي نقصوا نقصوا الايقاع شويه هبطوا الايقاع راهو راه لكتونا لكتونا حتى الحوايجه دابا نقصوا ياك صافي اوكي انا غادي نقطع باش ننقص شويه الحوايج يلا تحياتي